اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين ومتسليين مع الخواجه بيتشو. الحقيقه عايز افكروا انه في مباراه حرس الحدود اللي كانت مهمه جدا للحرس، الحكم ما احتسبش ضربه جزاء واضحه جدا لصالح الحرس. لو كان في وقت كنا هنفرجكم على الخطا واستديوهات التحليل، بس مش بتاعتنا. في مباراه النهائي الافريقي بقى الاهلي والزمالك اللي الخواجه بيتشو خسرها، الزمالك شكك في لعبه بن شرقي مع ايمن اشرف داخل المنطقه وقال لك ضربه جزاء، والكل اجمع انه الخطا كان موجود في البدايه من بن شرقي هو اللي شد ايمن اشرف. كابتن ياسر عبد الرؤوف خبير التحكيم يا خواجه بيتشو الكلام ده قاله في قناه الزمالك مش في قناه الاهلي، على فكره نفس الكرسي اللي انت كنت قاعد عليه وانت بتتهم الاهلي دلوقتي، ونفس السؤال من نفس الشخص يا خواجه. الكرسي اللي انت قاعد عليه لو فكرك هيقول لك لما الكابتن ياسر عبد الرؤوف قاعد عليه قال ايه. نفكرك الحاله الجدليه وهي حاله سقوط بن شرقي داخل منطقه الجزاء، وهل هي مخالفه على بن شرقي ولا ركله جزاء؟ لو كان عندنا ماتيريال كنا هنبين مكان مصطفى فين، كان واخد من مكان هاي الحقيقه شايف منه. طبعا الكره هنا اللي قدامنا ان هي بين الاثنين، ولكن اللي بدا باستخدام الذراع هو مهاجم الزمالك. فهو في الحاله دي هو دي اللقطه اللي هو شافها وبنى عليها قراره ان هي انذار. بعد كده حفاق حضرتك بحاله كان ماتش الرجاء والزمالك مع احمد عيد. وحصل بعد كده ان المهاجم بتاع الرجاء هو اللي خد احمد عيد ونزل بيه. ده الشكل اللي بعد كده اللي حصل. يمكن لو معانا صوره، وقبلها كمان في حاجه تانية، استخدام الذراع من بن شرقي كان في وجه يعني انت في اعتقادك أشرف. ان لو مش ايد بن شرقي سبقت في الاول كنا هنتكلم في التحام طبيعي، كنا هنتكلم بعد كده ممكن في اعاقه من لاعب النادي الاهلي. هنا بقى من هنا ولكن لحد هنا هو بنى رايه على الاولانيه. المخالف لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هو بن شرقي. بعد كده بدات المخالفه تتحول. تمام. حتى في اللقطه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي السقوط ده كان سببه ان بن شرقي ماسك دراع ايمن اشرف اللي طلع علشان احنا قلنا كابتن ضربه جزاء ومصر كلها قالت ضربه جزاء. معلش يا كابتن طارق، ضربه جزاء. معلش يا كابتن طارق، انا معلش ليك رايك بس انا بصراحه أنا مش مقتنع. انا لما بتكلم بصوره تمام. انا الصوره اللي عندي، الصوره الاولانيه ان بن شرقي هو اللي بدا ان هو يستخدم ذراعه. اللقطه الثانيه ان الكوع بتاعه او ايديه في وجه المدافع، ده اللي هو شافه وده اللي هو حسبه. معلش يا طارق، انا بعتذر، ما كانش نفس المحاور ولكن يعني نفس الذهنيه. الكرسي الذهنيه يعني بيجادل الراجل الحكم بيقول له ما هو ادي الدفعه من ورا وادي الجذبه من قدام استمر، لكن هو عايز يتغاضى عن الفاولات اللي عملها بن شرقي ويكمل من بعديها بقى انه وقع بيه. طب ما هو الثاني ماسك ايده، لو وقع اللاعب الاهلي هياخد معاه الراجل اللي ماسكه اللي واخد ايه. صحيح. اذا مش فاهم تجاربك في وريتك ايه. احنا بقى بنوريك عشان يمكن ما حدش بيفرجك على الحاجات دي. هو طبعا ما حدش بيفرجه. هو شايف متعرض لاتجاه واحد فقط، ما تقلوش حتى الراجل اللي كان قبل منك اللي هرب كرتون ده وفسخ عقده في اخر مباراه ادارها للاهلي والزمالك، الحكم الكرواتي اللي كروت الامور بسرعه كما اريد لها وهي 2-1، وكرة وليد سليمان اللي لا يمكن لأي حد ما يحسبهاش ضربة جزاء، ما حسبهاش لا فول ولا بره ولا جوه ولا أي حاجة ولا تمثيل حد ولا إدى وليد سليمان حتى إنذار، وكأنه الواقعة دي بالذات ما حصلتش. لا يمكن. والنتيجة 1-0 وقتها. ده الأهلي يا خواجة بيشو. لكن كمان الزمالك في كاس مصر كان لم ينجح لعب الكوره دي فيها طرد. ايوه، مش بس ضربه جزاء. تخيل دي لو اتحسبت كانت الماتش نتيجته تبقى ايه. صحيح. في مباراه سيطر على كل ارقامها النادي الاهلي، كل ارقامها الاهلي. انقل في كاس مصر الزمالك بيلعب مع سموحه، فاز الزمالك 2-1 في الاسماعيليه بعد وقت اضافي وضربه جزاء صحيحه باتفاق الخبراء لم تحتسب لسموحه، وطلع المهندس فرج عامر قال جاي. الجيش في قبل النهائي لكاس مصر الزمالك خسر 3-1. خطا مباشر ببطوله. الغى الحكم محمود البنا هدف للزمالك من تسلل وضربه جزاء الغاها الفار لعدم صحتها مع احتساب ضربه جزاء للجيش صحيح. ده الفار يا خواجه.
لكن المهندس حد سالني سؤال، هو ايه حكايه الرضعه؟ ده المهم بقى، لانه ده راجل خواجه، وكتير من الخواجات اللي بيجوا عندنا بنلفهم في لفتنا ونمشيهم في سكتنا، فيتخلوا حتى عن ثقافتهم وموضوعيتهم. فكره ان انا عايز اقول لكل الناس الرضعه ان الاهلي وحش، والاهلي زي ما تامر امين قال الاهلي بيكسب بالحكام، قال لك وكانه كل حكام الكون مرتشيين في افريقيا والخارج والداخل، وابدا اقول لا اصله الدوله بتساند الاهلي، اصله اتحاد الكوره، واتحاد الكوره على راسه اشد الناس زملكه على سطح الارض، لكن يحسب له زي ما قلت لكم. هاني العجيزي واحد من الناشئين اللي كان في الزمالك وجي النادي الاهلي، فاكرين وقت لما جه ولعب في الفريق الاول للنادي الاهلي كشف على انه ايه كانت الرضعه اللي بتعطى للناس علشان تكره الاهلي قبل ما تحب ناديها وتعيش المظلوميه، فتعيش المظلوميه وتفضل في نفس الكهف ده على طول، وده المشكله ودي الخطوره اللي هنتكلم عليها بس لما نسمعكم هاني العجيزي. وانا مبسوط ان انا قعدت سنتين في النادي، كان نفسي اقعد اكتر فتره ممكنه في النادي الاهلي. انت شايف بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي؟ بالظبط، وخلي بالك مش انا لوحدي، يعني اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي يعني حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص اقول لك حاجه، إيه انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق سعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، ما فيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. ما فيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا نكون صريح، انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص. وهي دي الرضعه، تربى على كراهيه الاهلي. تخيل ان انت لما يبقى منهجك الناشئين بتاعتك ما تستغربش على سلوكهم، ما تستغربش على عدائيتهم بعد شويه ناس كتير منهم، لان دي الثقافه اللي بتتكون عندهم. ما بيزرعش عنده عقيده الفوز، يعني الاهلي منشغل بزرع عقيده الفوز في ناشئيه، اللي لما تشوف كيف تتحقق كثير من بطولات الزمالك تجدها باقدام لاعبي الاهلي، حسام ابراهيم قبليهم، ايمن منصور، وجمال عبد الحميد، زكي عثمان، تاريخيا تعرف ان فعلا بيستفيدوا من زرع ثقافه الفوز عند انشغل بتكوين لاعب كريم، مش لاعب كل ما بيكره المنافس لا يشعر المظلوم. انا باصص لها من زاويه ايه، لاعب بيبقى مبني على ثقافه الفوز والتاني شعر انه مظلوم على طول، هتاخد ايه من ده؟ ولذلك دايما يتقال لك لعيبه الزمالك عندنا احسن لعيب، عندكم احسن لعيب، هيقولوا احسن مناخ، انهم ازاي يكسبوا مش ازاي يكرهوا الاهلي. وبعدين يا خواجه بيشو، مسيرك هتمشي، بس لما تمشي هفكرك الناس اللي قبلك لما مشيوا من مصر قالوا ايه عن النادي الاهلي، هم كانوا ما بيشتغلوش في الاهلي، كانوا بيشتغلوا في الزمالك، سواء بلدياتك في نجاده او الخواجه ميتشو. اسمع يا خواجه بيشو. Dear respected sport friends, wherever you are and whatever you do, I would like to use this opportunity to respected sport opponents Al Ahly Cairo Egypt to congratulate them upon 20 years since being voted the best team of the 20th century. Sincere congratulations, Mabruk, to all of you, supporters, management, players. Wishing you really all the best. Good luck. Dear friends in Egypt, Al Ahly Club. 20 years ago, Al Ahly was considered the club of century in Africa. For sure, was a great moment, and during the time, and as a sportman and following everything about football, about general in sport and special about Egypt, because Egypt is my second country, I'm sure that the pride of that achievement is something that
can be felt for an Egyptian people, because this means that Egyptian football is great, because as a great team, as a great club, and also as a great national team. طيب الاثنين مدربين بيتكلموا على الاهلي بكل احترام وكل انصاف، وان ازاي نظامه ومكانته، وهم بياكدوا على هذا الكلام. دول مشوا من فتره يا خواجه بيشو، اللي قبلك اللي كان لابس التريننج اللي حقق مكاسب في الموسم ده كارتيرون الفرنسي، اشتغل في الاهلي واشتغل في الزمالك، ولما سافر يشتغل في السعوديه قبل ماتش الاهلي والزمالك الاخير قال الكلام ده. الاهلي نادن على الطراز الاوروبي ده، بالفكره على فكره قالوا لجريده عكاظ السعوديه، الاهلي نادن على الطراز الاوروبي ونجاح الزمالك في وجود مرتضى منصور معجزه. لكن اللي يهمنا كلامه عن الاهلي، لانه كمان حتى قالوا لمجله فرانس فوتبول، القاهره هي المركز في مصر، يوجد انديه كثيره ولكن الاكثر اهميه حقا الاهلي والزمالك، عن الاختلافات بين الناديين لانه درب الفريقين، قال انهما كيانان مختلفان، نلاحظ ذلك بوضوح مع شخصيتي مرتضى منصور في الزمالك ومحمود الخطيب في الاهلي. انا سعيد لانني تمكنت من عيش لحظات رائعه مع كليهما. الاهلي ناد على الطراز الاوروبي ورئيسه يحقق له كل ما يسعى اليه. الاهلي ناد على الطراز الاوروبي، ده كلام كارتيرون يا خواجه بيشو. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.